بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شباب أولى ثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد لحل الهوم ورك. احنا النهاردة معانا البروجكتايلز، يلا بينا بسم الله. السؤال الأول بيقول when the projectile which is projected at angle، يعني أنا عندي بروجكتايل اتحدف بأنجل، reach same horizontal level. يعني ايه reach same horizontal level؟ يعني طلع 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 ونزل تاني لنفس الليفل اللي هو كان فيه اساسا. يبقى ده الليفل اللي هو كان فيه، هو بيضحك عليك، بس كلمه reach same horizontal level معناها ان هو طلع ونزل تاني لنفس الليفل، يعني عمل الرحله بتاعته كلها يعني. ماشي، في تايم تي يبقى زمن الرحله كلها اسمه تي. يا ترى زمن ان يوصل للماكسيمم هايت اكيد هيبقى تي على 2 اللي هو هاف تي، اللي هي الاجابه ايه. اوكي، السؤال اللي بعده بيقول if an object projected upward at angle of 30 upward اتحدف لفوق، خلي بالك اتحدف لفوق بانجل 30 بانيشال فيلوسيتي 20 متر بير سكند. انا ماليش دعوه، انا راجل بحل بالطريقه دي، انا بكتب اكس اكتب واي بعد كده ابدا اشوف الدنيا هتمشي ازاي. يبقى في انيشال اكس ايكوال انيشال كوزاين ثيتا، وفي انيشال واي ايكوال initial sin theta. يبقى في initial x equal initial 20 في cosine 30، ده هيديك 10 root 3 meter per second. طب دي في initial y هتبقى equal 10 او 20 انا اسف sin 30، فهتبقى في initial y equal 10 meter per second. خلاص كده خلصت. هو عايز ايه بقى؟ عايز الماكسيمم هايت. تمام، التلات قوانين بتوعنا فاكرهم اللي هم بتوع الرينج والتايم فلايت والماكسيمم هايت، هو عايز منهم الاتش ماكسيمم بس. وقال كلمه ماكسيمم هايت يبقى هو عايز القانون ده كانه بيشاور لك عليه بالظبط. ايكوال في انيشال واي سكوير على 2 جي، يبقى الهايت الماكسيمم ايكوال في انيشال واي جبناها ب 10 سكوير على 2 تايمز 10. طبعا احنا شايلين النيجاتيف دي في القوانين دي بس عشان خاطر كده كده هيبقى في نيجاتيف تحت، فالطين مع بعض تطلع 5 متر وتبقى الاجابه ايه. اوكي اللي بعده، السؤال ده بيقول لك the opposite figure show an object projected at angle if. لو الجيب كذا، عايز الماكسيمم فيرتيكال هايت ومديك القانون بتاعه، هو راجل محترم يعني، وعايز الهوريزونتال رينج وكاتب لك القانون ده. طيب السؤال كمان اللي مسهله زياده ان الراجل فكك لك الدنيا، مديك في انيشال اكس بكام ومديك في انيشال واي بكام. فانت كده على جنب على جنب اهو اكس وواي، بقى معاك في انيشال اكس ب 20 ومعاك في انيشال واي ب 20. معلومه ليك انت، اكيد الانجل هنا 45. ليه الانجل دي 45؟ لان طالما الاثنين قد بعض معناها ان محدش بيزق ناحيه حد يعني، فيبقى الانجل 45 على طول. الاثنين قد بعض فيبقى الحدفه اللي اتحذفت اتحذفت بالنص بالظبط. تمام، هو بيقول لك الماكسيمم هايت عوض بالقانون ده. طبعا باين قوي ان اللي اتحذف اتحذف لفوق، ففاكر النيجاتيف دي انت شايلها على طول وعوض عادي بالبوزيتيف وخلاص. يبقى اول حاجه هو عايز الاتش ماكسيمم. اسمع كلامه في المساله وكتب لك الرول، عوض على طول في انيشال واي سكوير يبقى 20 سكوير على 2 في 10. ما عملش اي حاجه، هو ده الرول بتاعنا عادي يعني، هيبقى 20 متر يبقى بس ايه. طيب الطالب الثاني عايز ايه بقى؟ عايز الرينج، وكتب قانون غريب كده مش مهم عادي يعني، طالما كتب لك عوض هنا عوض وخلاص اسهل لك. برضه شيل النيجاتيف دي لان الجرافيتي كده كده بالنيجاتيف، فهتطير النيجاتيف اللي فوق، فانت شيلها وعوض من غيرها. يبقى الرينج ايكوال، هو كاتب لك 2 في انيشال اكس في انيشال واي على جي، عوض عادي يبقى 2 ملتبلاي 20 ملتبلاي 20 لان في انيشال اكس وفي انيشال واي الاثنين ب 20 على الجي اللي هو كام؟ 10 بس خلاص. يبقى انت ما بتعملش اي حاجه غير ان هو تسمع الكلام بس في المساله دي، لان هو كده كده مديك الرولز يعني، يطلع 80 متر. اوكي، السؤال الرابع بيقول لك when an object projected at initial velocity v initial in a direction make angle 60 to the horizontal. تمام، عاملين انجل 60 يعني to reach a horizontal range r. فاكر يعني دلوقتي احنا حذفنا الطوبه دي، حذفناها كده بانجل 60، فطلعت طلعت 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 ونزلت كده ايه، عملت horizontal range اسمه r. طب لو احنا بص بقى من اول هنا السؤال هيبتدي to make the projectile reach greater range. فاكر الكلمه دي؟ امتى الطوبه توصل ابعد مكان؟ لو حذفتها بانجل 60 لا 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 لا، لو حذفتها بانجل 45.
لو التوبة اتحرفت بانجل 45 هتوصل ابعد رينج ممكن، هو ده اقصى رينج بيحصل عند انجل 45، يبقى الاجابه 45 على طول. تمام. سؤال 5 بيقول لك the horizontal range reached by two identical projectile is the same when they are projected at same initial velocity at angle كام؟ استنى استنى استنى، يعني بيقول لك انا دلوقتي حفتهم بنفس السرعه، انا عايزهم يقعوا في نفس الرينج، فاكر اللي اتحدف بانجل 20 هيقع في نفس المكان اللي حد اتحدف بيه بانجل 80، هيطلع وينزل. ال 80 وصل ماكسيمم هايت اكيد اكيد اعلى، يعني ال 80 طلع فوق اكتر، بس الاثنين بيقعوا في نفس الرينج بالظبط، يبقى تختار اي، انا اسف 10 و 20 10 و80، تختار اي اثنين مجموعهم كام؟ مجموعهم 90، يبقى اللي اتحدف ب 10 زي اللي اتحدف ب 80، واللي اتحدف ب 20 زي اللي اتحدف ب 70، واللي اتحدف ب 30 زي اللي اتحدف ب 60، واللي اتحدف ب 50 زي اللي اتحدف ب 40. اهي اهي لازم مجموعهم يبقى 90. اوكي. سؤال 6 ده هنعمل مع بعض في الحصه عشان كان طويل شويه. A body is projected at angle كام؟ بيسالك الانجل كام؟ Where the maximum height reached by it الماكسيمم هايت equal range على 4، يبقى h maximum equal range على 4. فاكر فكنا ازاي؟ واحده واحده بقى، انت الفيديو قدامك اهو، اقعد عيد فيه 50 مره، عيد فيه 50 مره. فكنا ال h maximum ازاي؟ v initial y square على 2g، الكلام ده equal ال 4 نزلت زي ما هي، والرينج بيتفك ايه يا معلم؟ v initial x، قوانين كلها في t. بص انا هعمل ايه؟ انا عايز اسيب كله وافك ده، فبص هنزل كل حاجة، أو v initial y square على 2g و v initial x على 4، نزلت كل حاجة كده، فك لي بقى ده، عندك في القوانين 2v initial y على g، ها ال g تطير مع ال g، و v initial y مع واحدة من دول، وال 2 مع ال 4 يبقى 2 تحت، تقوم ال 2 طايرة مع ال 2، يبقى إيه يا معلم؟ v initial y equal v initial x، خلاص يا جدعان أنا عرفت، أقسم بالله أنا عرفت، فاكر المسألة دي؟ لما قلت لك طالما ده قد ده، طالما الاكس قد الواي يبقى الانجل على طول ايه؟ 45. تعمل ايه يا معلم؟ يبقى اكيد السيتا ايكوال 45، يبقى الاجابه 45، خلاص خلصت. بس لو انت ما عرفتش هتضطر تعمل كده، تفك في انيشال واي في انيشال ساين سيتا، وفي انيشال اكس في انيشال كوزاين سيتا، كنسل انيشال مع انيشال، يبقى لك ساين سيتا ايكوال كوزاين سيتا. اقسم هنا على كوزاين واقسم هنا على كوزاين عشان احنا عايزين نجيب تان. ساين على كوزاين يديني تان ايكوال كوزاين على كوزاين يديني 1، شيفت تان ال 1 يديك 45. تمام. 7 there are two ball x y rolling together from the top of a table. ماشي، يعني عندي كورتين مع بعض هما الاثنين عمالين ايه يدوروا، يعني ماشيين على الترابيزه. With the same horizontal velocity، يعني الاثنين عندهم نفس السرعه وهما ماشيين، بس وزن x اقوى او اكتر من وزن y، يعني x اتقل. فاكر الحوارات دي؟ هينزلوا مع بعض عشان مفيش هوا، فالاثنين هينزلوا مع بعض بالظبط، فالاجابه ايه؟ سؤال 8 بيقول لك projectile projected with velocity v. بس تعالى بس على جنب كده خالص اهو، في عندي projectile اتحدف بسرعه اسمها v and then it was projected with velocity v على 2، يعني مره ثانيه حذفناه بانيشال، يعني الاول الانيشال كان اسمها ايه؟ في. في المره الثانيه الانيشال اسمها في على 2. ماشي، from the same height by same angle، يعني لو الانجل هنا اسمها سيتا برضو الانجل هنا اسمها سيتا، فالانجل قد بعض. So the ratio ratio مثلا ratio between horizontal range of the projectile in the first case and horizontal range of it in the second case، يعني عايز الرينج، الريشيو ما بين الرينج في الكيس الاولى على الرينج في الكيس الثانيه. طيب الرينج في الكيس الاولى على الرينج في الكيس الثانيه ايكوال v initial x في t، وهنا v initial x في t، طبعا اللي فوق ده الكيس الاولى واللي تحت الكيس الثانيه. هنشوف بقى احنا الثوابت ونشطبها عشان نكنسلها مع بعض لحد ما نوصل للريشيو، فيطلع لي الرينج في الكيس الاولى على الرينج في الكيس الثانيه ايكوال، بالراحه فك ال v initial x، ها v initial طبعا ده 1 يا جماعه ودي الحاله الثانيه، v initial الحاله الاولى في كوزاين سيتا مضروبه، فك التايم بالمره 2
في انيشال واي على جي. كل ده الحاله الاولى. طب تحت في انيشال في الحاله الثانيه كوزاين ثيتا مضروبه. طب التايم 2 في انيشال واي في الحاله الثانيه على جي. طب لا لسه 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 عايزين نفتح صفحه جديده كده عشان ايه؟ عشان ننقل. بص انا اخر حاجه وصلت لها اهو، تعالى بقى ايه نكتبها كده بروقان تاني. يبقى الرينج الاولاني على الرينج الثاني ايكوال بالراحه خالص اهو، انا معاك بالراحه خالص عشان المساله ما تلخبطكش. يبقى بقى عندي فوق هنا في انيشال في الحاله الاولى في كوزاين ثيتا مضروبه في 2 في انيشال واي على جي، 2 في انيشال واي في الحاله الاولى على جي. طب تحت في انيشال في الحاله الثانيه كوزاين ثيتا مضروبه في 2 في انيشال واي في الحاله الثانيه على جي. انا بفك بس دي الحاله الاولى ودي الحاله الثانيه مش اكتر يعني. طب بقول لك ايه، ما انا اروق على حالي كده، ما الكوزاين ثيتا تطير مع الكوزاين ثيتا. ايوه يا مستر بس دي حاله ودي حاله. يلا يلا مش هو قال نفس الانجل؟ مش الانجل دي هي الانجل دي؟ خلاص يبقى الثيتا ثابته طير خلاص، مش حاله وحاله، الثيتا ثابته كده كده، وال2 تطير مع ال2 والجي تطير مع الجي عشان بس الكلام يحلو والدنيا تبقى رايقه كده. يبقى ار1 على ار2 ايكوال، بقى لي في انيشال في الحاله الاولى على في انيشال في الحاله الثانيه، وهنا في انيشال واي في الحاله الاولى على في انيشال واي في الحاله الثانيه. طب بقول لك ايه، ما تيجي نفك سوا. استنى انزل دي زي ما هي في انيشال في الحاله الاولى، وانزل دي زي ما هي في انيشال في الحاله الثانيه مضروبه. هي في انيشال واي بتتفك ايه؟ ايوه انيشال ساين ثيتا، وتحت انيشال ساين ثيتا. ما هي في انيشال واي بس دي الحاله الاولى ودي الحاله الثانيه. كنسل ساين ثيتا مع ساين ثيتا يا جدعان، والله العظيم الثيتا ثابته بس خلاص عوض بقى. تبقى رينج 1 على رينج 2 ايكوال. انيشال الحاله الاولى اسمها في اهي، انيشال الحاله الاولى اسمها في تحت بقى، تعالى تحت انيشال الحاله الثانيه اسمها في على 2 اهي، في على 2 مضروبه في في على 2. كنسل الفي دي مع الفي دي والفي دي مع الفي دي، واضرب ده كله على الاله. هتضرب ازاي بقى؟ 1 على هاف تايمز هاف، حط ده كده زي ما هو على الاله عادي، هيطلع لك كام بقى؟ 4 اوفر 1 بس. يبقى الريش بينهم 4 اوفر 1 اللي هي الاجابه ايه. حيناها بطريقه طويله شويه، انت ممكن كنت تكتب وتشطب الثوابت، تكتبه مره واحده وتشطب الثوابت وتعمل ريش، بس انا حبيت احلها لك بالطريقه العاديه عشان برضو تبقى دماغك بتعرف تحل بالطريقه العاديه. لو عايز تحل بالرموز مش عايز تشطب الثوابت ولا تفرض ارقام ولا تعمل اي حاجه، انت حر، اللي انت عايزه اعمله عادي. السؤال ده حيناها مع بعض. 3 identical poles are projected at same moment نفس اللحظه from the same point with the same velocity where the first ball الكرة الأولى اتحدفت فوق. فوق يا جدعان يعني اتحدفت الأنجل بتاعتها equal 90 تمام. الكرة الثانية اتحدفت بأنجل 45 أي الكرة الثانية اتحدفت بأنجل 45. الكرة الثالثة اتحدفت بأنجل 60. فأنا مع بعض إن أقل أنجل ده اللي هيقع الأول أكيد. دي الفيرست. دي اللي هتقع الأول، بعد كده دي السكند، بعد كده دي الثيرد. طب ليه بقى يا معلم؟ ليه؟ مش احنا عايزين نجيب التايم، والتايم ايكوال 2 في انيشال ساين ثيتا اللي هي في انيشال واي يعني على جي، الجي ثابته وال2 ثابته والانيشال ثابته، يبقى احنا بنعوض جوه الساين. هتعوض ثلاث مرات، ساين 90 هيديك 1، ساين 45 هيديك 0.7، ساين 60 هيديك 0.8. مين فيهم اقل وقت؟ انا بحسب الوقت، دي اقل وقت، يبقى دي اللي هتقع الاول، وبعد كده دي هتقع بعديها، وبعد كده دي اخر واحده هتقع لان هي عندها اعلى وقت. يعني هتفضل فوق كتير. سؤال تم بيقول لك two projectiles A and B were projected with the same velocity where theta is the angle made by the projectile A with the horizontal and also it angle made by projectile B with the vertical. مش فاهم اي حاجه خالص. انا اقول لك انا فاهمك. طيب دلوقتي انا عندي A و B، ادي A اهي عشان بس تفهم، ادي A اهو وادي بي بالراحه خالص بقى، بالراحه خالص. بيقول لك ايه بقى؟ الاثنين اتحذفوا بنفس السرعه، يعني هنا في انيشال وهنا في انيشال. حلو قوي. ثيتا از ذا انجل ميد باي ذا بروجكتايل ايه وذ ذا هوريزونتال. تعالى يا عم نفرضها مثلا،
يعني ده اتحدف مع الهوريزونتال، ده اسمها مع الهوريزونتال بانجل 30 خلاص. وهي هي نفس الانجل بتاعت بي بس مع الفيرتيكال. فين بقى الفيرتيكال ده؟ اهو اهو اهو، يعني دي كمان ب 30. يعني لو ايه مايل مع الهوريزونتال ب 30، بي مايل مع الفيرتيكال ب 30. طب استنى استنى، انا ما بشتغلش بدي مستحيل. ايوه، تبقى دي كام بقى؟ 90 ماينس 30 يديك كام يا لعيب؟ 60. ايه ده؟ مش اللي اتحذف ب 30 واللي اتحذف ب 60 مجموعهم هيبقى 90؟ اه، يبقى عندهم نفس الرينج. سؤال لعيب قوي، سؤال صايع. بيقول لك ده مع الهوريزونتال 30 وده مع الفيرتيكال 30. ايوه، ما هو لو ده مع الفيرتيكال 30 هشطب عليها ويبقى 60 مع الهوريزونتال، وساعتها يبقى نفس الرينج اكيد. تمام. سؤال 11 بيقول a boy projects a ball with velocity 10 meter per second at angle 30 to the horizontal from the top of a building of height 10 meter. So the maximum distance reached by the ball at same level of the projection is. يعني انا عندي مبنى طوله 10 متر، ولد واقف حدف كوره لفوق بانجل كام؟ 30. كرة تطلع 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 وتنزف وتنزل على الارض خالص، بس هو بيسال على بص بص ماكسيمم ديستانس ريتشد باي ذا بول ات سيم ليفل اوف بروجكشن. ات سيم ليفل يعني في نفس الليفل بتاع البروجكشن، وهو عايز ده نفس الليفل اللي اتحذف منه اللي هو الرينج يعني. فانا هعمل كده اكس وواي. الاول اجيب في انيشال اكس، ها اللي هي انيشال كوزاين، فتضرب 10 في كوزاين 30 اللي هيديك 5 روت 3، وفي انيشال واي اللي هي انيشال ساين فهيديك 5. كده جبت انيشال اكس وانيشال واي عشان بس الدنيا تبقى تمام معايا. هو مديني الجرافيتي ايكوال كام؟ 10. طيب انا عارف ان الرينج ايكوال في انيشال اكس في تي، فانا محتاج الاول اجيب التي. التي بيتجاب ازاي؟ 2 في انيشال واي على جي. تعال يبقى التي ايكوال 2 في في انيشال واي اللي هي 5 على 10 يديك 1 سكند. ده كده تي. اتنين عايزين نجيب الرينج، يبقى الرينج ايكوال في انيشال اكس مضروبه في تي، يبقى الكلام ده ايكوال هي في انيشال اكس بكام؟ 5 روت 3. التي بكام؟ ب 1. يطلع لك 5 روت ايه؟ 3 اللي هي 8.66 متر. هي بس الفكره كلها ان هو قال ايه؟ ايوه انا عارف ان المبنى طوله 10 متر. هو بيقول كده ان هو الولد ده حدف الطوبه بانجل كام يا معلم؟ بانجل 30. حلو، فالطوبه هتطلع تطلع 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 وتيجي هنا، المفروض تكمل على فكره، هتنزل، هي هتنزل، هي هتكمل هتقع، بس هو قال الماكسيمم ديستانس ريتشد باي ذا بول ات سيم ليفل اوف بروجكشن. سيم ليفل يعني في نفس الليفل اللي اتحذفت منه، فهي اتحذفت من هنا، فلما توصل هنا دي كده عملت ماكسيمم ديستانس. سؤال 12 بيقول لك a body was projected by angle theta to the horizontal at initial velocity v initial. يا جدعان اول ما يعني السطر ده اول ما اقراه خلصت. v initial x equal v initial y equal 20. انت مستني ايه طيب؟ يبقى اطلع اول حاجه الثيتا equal 45 على طول على طول، لان الاكس قد واي. على فكره ممكن اعملها بطريقه ثانيه، هي مش tan ثيتا equal y على x. اه الواي ب 20 والاكس ب 20 يبقى 1، شيفت تاني ال 1 يديك 45 اللي انت عايزه بقى، بس هي باينه قوي طالما الاكس قد الواي يبقى الانجل 45. الحاجه الثانيه عايز الفي انيشال التوتال، ايه الهبل ده؟ روت في انيشال اكس سكوير بلس في انيشال واي سكوير، يعني روت 20 سكوير بلس 20 سكوير يعني 20 روت 2. خلصت. سؤال 13 بيقول لك a body was projected at angle of 30، يعني الثيتا اللي اتحدف بيها ايكوال 30 to the horizontal at initial velocity v initial. اتحذف ب v initial ماشي. After 4 second بعد ما عدى 4 ثواني، يعني مديك التايم ايكوال 4 second. Its velocity in the vertical dimension، vertical دي اللي هي ال y، يبقى ال v final بتاعت y equal 1 over 4 v initial. So the value of v initial بكام؟ حلو قوي السؤال ده. طيب زي ما انت متعود معايا على طول احنا هنعمل كده. انا ما اظن ان انا بحل المسائل كلها كده يعني. اكس وواي، تجيب في انيشال اكس في الاول وتجيب في انيشال واي كده بالراحه خالص. طيب انيشال اكس بتساوي ايه؟ انيشال كوزاين ثيتا. جميل جميل، ركز معايا.
طب انيشال مش معايا يا مستر، خلاص اكتبها هنعمل ايه؟ طب اكتبها انيشال وخلاص، يبقى انيشال كوزاين 30. تمام، كوزاين 30 ده لو جيت تحسبها هتلاقيها روت 3 على 2، يعني ده هيديك روت 3 على 2 في انيشال، خلاص سيبها. طب انيشال واي بقى؟ انيشال ساين 30 اللي هيديك هاف في انيشال، ما هي ساين 30 دي بهاف. يبقى انا جبت في انيشال واي بكام؟ بهاف في انيشال. بص بقى الراجل اللعيب اللعيب الجامد قوي، انا ما عملتش اي حاجه على لسه، انا اكس معايا وواي معايا، خلصت جبت الاكس انيشال كوزاين وانيشال ساين. طب انيشال مش معايا، نزلتها زي ما هي اسمها انيشال اي. حلو جدا. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان بعد ما عدى 4 ثواني، بعد ما عدى 4 ثواني، فاكر اي تايم بيتكتب فين؟ لعيب في واي، يبقى التايم 4 سكند، وانت عارف ان الجرافيتي ايكوال 10. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كان السرعه بتاعت واي، يعني الفاينل بقى، ما مش انيشال، ما هو عدى 4 ثواني يا جدعان، عدى 4 ثواني عشان الناس متضايقه ليه مسميها انا فاينل؟ ما هو بيقول لك عدى 4 ثواني يبقى اسمها انيشال ازاي؟ يبقى الفاينل بتاعت واي بقت 1 اوفر 4 في انيشال. بالله عليك رد عليا، معاك انيشال وتايم وجرافيتي وفاينل، ده ليه قانون؟ القانون الاول على طول اجري، في فاينل ايكوال في انيشال بلس جي تي، كل ده تبع واي. طب ما اقول لك ايه، ما تعوض كده، الفاينل هو اديها لك 1 اوفر 4 في انيشال ايكوال، طب الانيشال احنا طلعناها ايه؟ هاف في انيشال. خلي بالك خلي بالك، الجرافيتي بالنيجاتيف، انه قال بروجكتد وما حددش، يبقى اتحدف لفوق، ماينس 10 مضروبه في التايم اللي هو 4. بالراحه بقى بالراحه، يبقى 1 اوفر 4 في انيشال ايكوال هاف في انيشال ماينس 40. جميل، اودي النيجاتيف 40 الناحيه الثانيه بالبوستيف او براحتك براحتك. بص خلي النيجاتيف 40 يا عم زي ما هي، ادي ربع في انيشال، هات لها دي بالنيجاتيف 1 اوفر 4 في انيشال على الاله، على التك 1 اوفر 4 في انيشال، شيل منها هاف في انيشال يديك نيجاتيف 1 اوفر 4 في انيشال، كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف، اقسم 40 على ده، جبت الفي انيشال بكام؟ تطلع في انيشال ايكوال 160 متر بير سكند. اهي، يبقى انا بجد السؤال يبان طويل بس هو بجد سهل قوي، بجد سهل قوي، يعني انيشال كوزاين خلاص خلصتها وما استفدتش منها بحاجه، ما استفدتش انا بحاجه. طب انيشال ساين ادتني هاف في انيشال، كده جبت انيشال، قعد 4 ثواني، الجرافيتي معايا، الفاينل ادهاني 1 اوفر 4. بص بص، عوضت بالفاينل والانيشال والجرافيتي والتايم، عوضت اهو 1 اوفر 4 في انيشال ايكوال هاف في انيشال ماينس 10 في 4. وديت الهاف دي الناحيه الثانيه بالماينس بقت 1 اوفر 4، شيل منها هاف يديك نيجاتيف 1 اوفر 4. الكلام ده ايكوال نيجاتيف 40، كنسل النيجاتيف مع النيجاتيف واقسم 40 على 1 اوفر 4 يديك في انيشال. سؤال 14 ده سؤال عبيط قوي، يعني بص الجيفن، بص الجيفن بيقول لك في انيشال واي ايكوال 2 في انيشال اكس، هات الانجل، متخلف جدا، سؤال متخلف جدا. فك يا عم في انيشال واي، ها في انيشال ساين ثيتا ايكوال 2، فك اكس، في انيشال كوزاين ثيتا، طير في انيشال مع في انيشال يبقى لك ساين ثيتا ايكوال 2 كوزاين ثيتا. طب بقول لك انا بحب التان قوي، يبقى ساين على ايه؟ كوزاين، عشان كمان اطير الكوزاين اللي هنا، كنسل كوزاين مع كوزاين، ساين على كوزاين يديني 10، الكلام ده ايكوال ايه؟ 2، شيفت تان 2 يديك سيتا ايكوال 63.43. بس سؤال 15، ا بروجكتايل ويز بروجكتد فروم ايرث سيرفيس ات تي ايكوال 0 ات انجل اوف 45، ماشي، ورجع تاني على الارض بعد وقت اسمه تي. بالله عليك بالله عليك، لما انا رسمت الرسمه وانت رسمتها معايا في الحصه، عشان بس بجد يعني ايه، انت بتنسى بس، مش احنا قعدنا نقول هنا ايه؟ في انيشال، اي حاجه بعديها في فاينل، اي حاجه بعديها في فاينل، اي حاجه بعديها في فاينل. بعد كده قلت لك ايه بقى؟ هنا اكس وهنا واي، ها هنا اكس هنا واي، هنا اكس بس، هنا اكس تحت واي، هنا اكس تحت واي، مين ثابت ما اتغيرش؟ رد، مين ثابت ما اتغيرش؟ اكس 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 دايما موجوده وبتشاور في نفس الاتجاه، يبقى الاكس ثابته، انما اللي بيتغير دايما واي، فيبقى الاكس ثابت اهو اهو، الاكس ثابت. طب وانا طالع في الواي بقى، بتكلم على الواي، وانا طالع سرعتي بتقل، وانا نازل سرعتي بتزيد، يبقى هي الاجابه دي.
سؤال 16. السؤال ده طبعا حلو، تعال بس ايه نصغر السؤال شويه كده عشان نعرف نحل قدامه يعني كده كده. انت الكتاب معاك، فانت ايه لو عايز تقرا حاجه معينه اقراها من الكتاب. بيقول لك ايه بقى؟ قنبله a bomb fell from a plane flying horizontally. حلو، يعني الاول كانت ماشيه horizontally، يبقى في initial x هي اللي موجوده يا جدعان، انما ساعتها في initial y equal 0. انا بصراحه ما بعترفش غير بجدولي x و y، يبقى في initial x هي اللي موجوده. فما هو قال لك حتى ايه 100، يبقى دي initial x بس، كانت ماشيه في الاول horizontal في الاول بس، يبقى في initial y equal 0. بعد كده وقعت بقى. Where it was at a height of كذا، اي distance هتتكتب هنا 4000، هو مدياني 4 كيلو، انا ضربتها في 10 باور 3 بقت 4000 متر. حلو، عايز تايم، تايم يبقى كده هجيبه من هنا. بص النظام حلو ازاي، شايف النظام حلو ازاي. قانون الكام ده على طول معايا initial و displacement، واكيد معايا الجرافيتي equal 10، ها مش نيجاتيف 10 ان هي هتقع فل. تمام، يبقى على طول اروح للقانون الثاني، displacement equal v initial t plus half g t بار 2. displacement معايا 4000، ده كله بزيرو مع السلامه، نص ل 10 5 في t بار 2، فتطلع t بار 2 equal 4000 على 5، ده t بار 2 4000 على 5 اللي هو 800. طب لو انا عايز اشيل السكوير ده خد روت الناحيه الثانيه يديك 20 روت 2، يبقى التايم ب 20 روت 2 سكند، منتهى التفاهه اقسم بالله. طب عايز ثاني هوريزونتال رينج، لا لا سهله 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 سهله، الرينج ايكوال في انيشال اكس في تي، يبقى ايكوال الانيشال اكس معانا 100، طب التايم معانا 20 روت 2، يبقى اضرب ده في 100 يديك 2828 0.4 متر. تمام، عايز الفاينل فيلوسيتي اوف ذا بومب، الفاينل فيلوسيتي. طب يا مستر ثواني، هو ما قالش فاينل اكس ولا فاينل واي، يبقى عايز الاثنين التوتال بتاعهم. اولا احنا عارفين ان انيشال اكس هي فاينل اكس ب 100، فاضل لنا بس خطوه واحده نجيب فاينل واي من القانون الاول، فاينل واي ايكوال انيشال واي بلس جي تي، يبقى فاينل واي ايكوال انيشال واي بكام؟ 0 بلس الجرافيتي بكام؟ 10 مضروبه في التايم اللي هو 20 روت 2، كده طلعت مين يا معلم؟ فاينل واي. طب لو انا عايز الفاينل التوتال روت فاينل اكس باور 2 بلس فاينل واي باور 2. خش مع بعض في اول مساله، المسائل بروبلمز، بيقول لك ان اوبجكت بروجكتد ات انيشال فيلوستي 20 انجل 60. والله العظيم يا جدعان اقسم بالله انا ما بكملش المساله، اقسم بالله يا جماعه بكمل بعمل اكس وواي كالاول، واروح جايب انيشال اكس واروح جايب انيشال واي، بعد كده عشان اضرب ايه بقى 20 في كوزاين 60 و20 في ساين 60، يبقى 20 كوزاين 60 يديني 10، يبقى في انيشال اكس ايكوال 10. طب 20 ساين 60 يديني 10 روت 3، يبقى في انيشال واي ايكوال 10 روت 3. طبعا انت عارف ان في انيشال اكس هي في فاينل اكس كده كده 10 متر بير سكند. فاول حاجه قال هوريزونتال، هوريزونتال ده اللي هو اكس، بس ما حددش انيشال ولا فاينل عشان هما قد بعض، ف10 على طول. طب انيشال فيرتيكال كومبوننت، انيشال واي ايه؟ 10 روت 3 اللي هي 17.32 على الكالكوليتر بتاعتك، هي. طب الفيرتيكال كومبوننت بعد 1 سكند، الاول فيرتيكال معناها ايه؟ واي، بعد ثانية التايم بيتحط هنا ال t equal 1 second والجرافيتي equal 10 متر بير سكند سكوير، نيجاتيف اقسم بالله بتغلط، نيجاتيف الجرافيتي بالنيجاتيف عشان قال بروجيكتد وما قالش فوق ولا تحت، يبقى فوق على طول. طب تعالى لي اجيب ازاي ال v final بقى؟ اول قانون على طول v final y equal v initial y plus gt، يبقى في فاينل واي ايكوال الانيشال ب 17.32 ماينس 10 مضروبه في 1 يديك 7.32 متر بير سكند. السؤال الثاني بيقول لك موتوسيكل موفد وذ فيلوستي 20 دايركشن ميك انجل 60 تو ذا هوريزونت. خلاص يا جدعان عايز ايه ثاني؟ طيب انت عايز ايه؟ اكس وواي، وتجيب الاول في انيشال اكس بكام؟ وتجيب في انيشال واي بكام؟ حرام عليك يا جدعان هتشيلوني والله. 20 كوزاين 60 و20 ساين 60 ده يديك
10 روت 3 متر بير سكند، وده هيديك لا لا ده هيديك 10 وده هيديك 10 روت 3. عايز ايه بقى؟ عايز الماكسيمم هايت. جميل جميل. ماكسيمم هايت ايكوال في انيشال واي سكوير، يعني 10 روت 3 سكوير على 2 في جي اللي هي 10، يطلع لك 15. طب عايز ايه تاني؟ عايز فلايت تايم، زمن الطيران. طب ما تي يا جدعان ايكوال 2 مضروبه في في انيشال واي اللي هي 10 روت 3 على جي، يديك 3.464. 3 ماكسيمم هوريزونتال رينج، الرينج ايكوال في انيشال اكس مضروبه في تي، يطلع لك 34.64. بس خلاص. السؤال الثالث بيقول لك an object projected at angle of 30 to the horizontal and return back to the ground after 4 seconds. رجع تاني على الارض بعد 4 ثواني، يعني معاك التي اهو، معاك التي. بص بقى، بص بص، يعني انا عندي اوبجكت اتحدف، طلع 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 ورجع تاني على الارض، بيقول لك رجع تاني على الارض بعد تايم ايكوال 4 سكند، يعني مديك تايم اوف فلايت 4 سكند. طب بقول لك ايه؟ هو التايم اوف فلايت ده اساسا ايكوال ايه؟ 2 في انيشال واي على جي، يعني ايكوال 2 انيشال واي بتتفك ايه؟ انيشال ساين ثيتا على جي. مستر معلش بقى مستر، هو ده بقى المشكله. ايه اللي جاب في دماغك تفك دي لدول؟ يعني ايه اللي جاب في دماغك؟ انا عارف ان هي بتتفك كده، بس ايه اللي جاب في دماغك تفك انيشال واي انيشال ساين؟ عشان هو يا جدعان مديني انجل، اعمل ايه طيب؟ هو مديني انجل وانا عايز اوصل لحاجه فيها انجل، فكيت في انيشال واي. تعال نعوض بقى، التايم معاك بكام؟ 4 اوفر 1 ايكوال 2 مضروبه، الانيشال مش معايا بس الساين معايا، ساين 30 ديفايد ايه؟ 10. يلا اعمل كروس مالتيبليكيشن، كروس مالتيبليكيشن 4 في 10 يديك 40 ايكوال 2 على الآلة بتاعتك 2 في V initial في sin 30، يبقى 40 ايكوال اضرب 2 في sin 30 عشان تجمع الأرقام مع بعض، 2 في sin 30 هيديك 1، يعني يبقى V initial بس ايكوال 40. خلاص خلصت، يبقى V initial ايكوال 40. طب هو عايز بقى ايه؟ الفيلوسيتي في الهوريزونتال في الاكس اكسس، سهله قوي، الفي انيشال اكس ايكوال في انيشال اللي انت جبتها 40 في كوزاين ثيتا، يعني 40 كوزاين كام بقى؟ 30، يديك 20 روت 3 اللي هو الرقم ده. ماكسيمم هايت عوض بالقانون بقى، في انيشال واي سكوير على 2 جي. خلصت. سؤال 4، سؤال حلو قوي سؤال 4 ده، بيقول لك ا كانون مدفع فاير بروجكتايلز ات انجل اوف 45. اقسم بالله ده جيفن مهم قوي 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 وانت ما خدتش بالك منه، ما تبقاش زبون يا ابني. بص بص، حدفناه بانجل 45، طبعا انت زبون فهتبقى فاكر ان هو بيديك السيتا بس، لا بيديك معلومه مهمه قوي. طالما الانجل 45 هتقول لي ماكسيمم رينج، مش عايز، لا 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 فكر كويس، طالما الانجل 45 فده معناه ان انيشيال اكس هي هي انيشيال واي. ليه بقى؟ ما هو طالما الانجل 45 يبقى الاكس قد الواي، يبقى طالما الانجل 45 يبقى اكيد انيشال اكس قد انيشال واي، وهو ده حل المساله اقسم بالله. بيقول لك الرينج ايكوال 1000، الرينج ب 1000. طب وبعدين؟ يعني بعد ما يديني الرينج ب 1000 متر يعني اعمل انا ايه بقى؟ اقفش في الرينج. يلا ها، الرينج ايكوال في انيشال اكس في تي. طب انا مضايقاني التي دي، تعالى تعالى، يبقى الرينج ايكوال ادي في انيشال اكس نزلت زي ما هي، التايم بيتفك 2 في انيشال واي على جي. استناني بقى كده، استناني كده، استنى بالراحه بالراحه، بص انا هعمل ايه ما تتضايقش. ها، يبقى الرينج ايكوال ادي ال2 اهي وادي الجي اهي. خلاص يا جدعان، ادي ال2 والجي مع السلامه اهو، حطيتهم اهو، انيشال اكس وانيشال واي مش دول اصلا قد بعض؟ فانا هشيل في انيشال واي واحط مكانها في انيشال اكس، انا حر اهو اهو، ما هم قد بعض اصلا. فعشان اسهل على نفسي المساله هشيل في انيشال واي واحط مكانها في انيشال اكس. طب في انيشال اكس مضروبه في انيشال اكس تبقى في انيشال اكس باور 2. خلاص خلصت، اقسم بالله خلصت. عوض كده، الرينج بكام؟ الرينج ب 1000.
equal ادي 2 والجرافيتي ب 10 وادي في انيشال اكس باور 2. بس خلاص اعمل كروس مولتيبليكيشن 10000 يديك 10000 equal 2 في انيشال اكس باور 2. اكمل في الحته دي اكمل في الحته دي. يبقى لو انت عايز تجيب في انيشال اكس باور 2 يبقى 10000 على 2 اللي هو يديك 5000. تبقى في انيشال اكس بكام روت الانسر ده اللي هي 50 روت 2. لا بس استناني ثواني، طالما طلعت في انيشال اكس يبقى هي في انيشال واي ب 50 روت 2 صح ولا ايه؟ ما احنا قلنا ان انيشال اكس ايه هي انيشال واي، يبقى كل واحده فيهم 50 روت 2. طب لو انا عايز منك بقى، لو طلبت منك في المساله الانيشال كلها تبقى ايكوال روت انيشال اكس سكوير بلس انيشال واي سكوير، يعني ايكوال روت 50 روت 2 سكوير بلس 50 روت 2 سكوير. لو طلب منك انيشال كلها يبقى روت ده سكوير بلس ده سكوير اللي هو يديك 100 متر بير سكند. فهو يعني فكره المساله كلها ان انت تبقى عارف ان انيشال اكس ايه هي انيشال واي، دي الحاجه الوحيده بس، وتقفش في اللي مديهولك. يعني هو مديك رينج اكيد عايزك تستخدمه، يعني اكيد عايزك تستخدمه. بعد ما استخدمت الرينج ادي في انيشال اكس اهي، التايم كان مضايقني عشان انا مش معايا تايم، فكيت التايم 2 في انيشال واي على جي، وفي انيشال واي هي اصلا في انيشال اكس، فحطيتهم انيشال اكس سكوير ان هم زي بعض بس. سؤال 5، والله العظيم اقسم بالله حاجه في منتهى التخلف، يعني بامانه حاجه في منتهى التخلف. ده اوبجكت طلع ونزل، عشان قلت لك السرعه بتقل 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 وبعد كده ترجع تزيد تاني، بس دي فيلوستي. احنا كنا رسمنا لو فيلوستي بنعمل بالنيجاتيف، يعني عشان يقول لك ان هي كانت طالع وبعد كده كان نزل. تمام، كاتب لك هنا مين؟ واي. طب حلو قوي الكلام ده بقى، انت سيادتك هتعمل ايه؟ تعمل كده، ادي اكس وادي واي. تعرف تقول لي اول سرعه الواي بكام؟ باينه زي الشمس اهي 30. جدع، يبقى في انيشال واي ايكوال 30. عايزين نطلع كل المعلومات بقى. تعرف تقول لي زمن الطيران كله كام؟ اه، من اول ما طلعت لحد ما رجعت تاني اي كده سرعتها بتقل ال ال وبعد كده زادت اي 6. زمن الطيران كله تايم اوف فلايت ايكوال 6 سكند، ده زمن الطيران كله. هو مديك الجرافيتي ايكوال 10. انا الصراحه بطلع كل حاجه عشوائي يعني. يقول لك انجل اوف بروجكشن كمان يا ده راجل اقسم بالله لعيب، بيديك كمان الانجل الثيتا ايكوال 30. تمام، عايز في انيشال اول حاجه فيلوستي باي ويتش ذا اوبجكت بروجكتد. يا جدعان ده يا جدعان عيب والله، والله العظيم عيب والله. بقول لك ايه، هي مش في انيشال واي ايكوال انيشال ساين ثيتا؟ اه، طب ما انيشال واي معايا اهي، اول سرعه الواي. مين قال لك ان دي اول سرعه الواي؟ عشان هو كاتب في واي ودي اول واحده 30 equal initial معرفهاش، بس اعرف ان الانجل 30. خلاص خلصت، اقسم ده على ده تطلع ال v initial equal 60. انتهى التخلف. ايه ده؟ ده انا ممكن اجيب initial x بقى، ما انا معايا الانيشال اللي هي 60 cosine 30، تطلع يا معلم 30 root 3. محتاج حاجه مني تاني؟ اظن انا ممكن امشي دلوقتي واسيب المساله. ليه بقى؟ عايز maximum height، قانونه معاك h maximum equal v initial y سكوير على 2g، معاك initial y اهي ومعاك الجرافيتي ب 10. طب horizontal range، الرينج ايكوال v initial x في t، معاك initial x اهي والتايم معاك اللي هو 6 ثواني اهو. بس خلاص. طبعا دي مساله قلت لك جايه في الامتحان بتاع الكويز، وحذرتك ان انت المساله دي تسيبها. فلو سمحت بعد اذنك، لو سمحت بعد اذنك راعي ربنا شويه، راعي ربنا شويه في نفسك. القنبله بتتحذف كده يبقى في انيشال اكس هي اللي موجوده. بس هنعمل كده، نكتب في انيشال اكس هي اللي موجوده، ادي اكس وادي واي، في انيشال اكس هي اللي موجوده. هو بيسالني عليها مش عارفها، هو عايز اهو الانيشال اللي هو البروجكشن فيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي اللي حذفت بيها. طب امال في انيشال واي بكام؟ بزيرو، لان انا حذف هوريزونتال. معاك ديستانس ايكوال 200 متر، معاك الجرافيتي ايكوال 10 متر بير سكند سكوير. هتروح للقانون الثاني، حيناها كتير قوي مع بعض، حيناها كتير قوي. ده كده كده بزيرو، معاك ده، معاك الجرافيتي، معاك الهاف، تجيب التايم، هيطلع لك التايم 2 روت 10 سكند. بس خلاص. ال 1000 دي اللي هي مين؟ جدع، الرينج. مش الرينج ايكوال في انيشال اكس مضروبه في تي؟ اه، تعالى بقى، الرينج بيديهولك ب 1000.
في انيشال اكس مش معايا، التايم معاك 2 روت 10 بس خلاص. تطلع الفي انيشال اكس اقسم ده على ده يديك 158.11. تمام. سؤال 7 برضو حاجه في منتهى التخلف، حاجه في منتهى التخلف. اقسم بالله يا جماعه مش دعوه بعمل كده. اكس وواي، في انيشال اكس ايكوال في انيشال واي ايكوال مره 1000 كوزاين 45 مره 1000 ساين 45. هو كان عايز فيرتيكال كومبوننت اوف بروجكتايل فيلوسيتي ايكوال زيرو. لا لا سامحني. الاول بيقول لك وين امتى الفيرتيكال بيبقى بزيرو. فاكر يعني امتى في انيشال واي تبقى ايكوال زيرو؟ قول له كده لو اتحدفت، ده سؤال نظري الاول، لو بروجكتد ايه بقى جدع يلا الله يفتح عليك هوريزونتالي، يعني لو اتحدفت في اتجاه اكس ساعتها الواي بزيرو. What is the greatest horizontal range of this cannon؟ عايز greatest horizontal range، عايز الرينج يعني. تمام بالراحه 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 خالص. تعال الاول عشان نحتاجه، تعال نجيب التي عشان محتاجينه في الرينج. التي ايكوال 2 في انيشال واي اللي هي احنا ما حسبناهاش، احسبها 1000 ساين 45 يطلع 707.1، ودي كمان 707.1 عشان الانجل 45. 2 في انيشال واي اهي على الجي اللي هي 10 ايكوال، يبقى 2 في انيشال واي على 10 يديك 141.42 سكند. ده التايم. طب ما انت عارف ان الرينج ايكوال في انيشال اكس اللي هي 707.1 مضروبه في التايم 141.42. تعال بقى نضرب دول كده في بعض. فتلاقي رينج طلع رقم غريب بقى على الاله بتاعتك 99999.04. هتدوس على اي ان جي هتلاقيه ده لك 99.9 تايمز 10 باور 3. اللي انا ممكن اعملها ابروكسيميشن تبقى 99.9 يعني اللي هي 100 تايمز 10 باور 3. مش انا ممكن اشيل 10 باور 3 واحط مكانها كلمه كيلو، ما الكيلو رقمه كان 3 وبوزيتيف، يبقى 100 كيلو اهي عشان بس هنطلعها كده في الانسر يعني. واخر حاجه عايز التايم اللي احنا جبناه اساسا. اخر سؤال ده انت حله بايدك، والله العظيم اقسم بالله حله بايدك، بايدك في الحصه دي. اول حاجه، الحاجه الثانيه هتلاقيه محلول عندك في الكتاب في الشرح اخر سؤال. انا بقى ممكن احله عادي بس انا عايزك تبص في الشرح بصراحه. ملزمه الشرح اخر سؤال، بس انا عايزك تخلي بالك من حاجه بس. اخر طلب ده هو بيقول لك لو اتحدفت ب 800 يعني دي السرعه، حتى هتفتكر لما انا اعمل، هتفتكر حالا لما انا اعمل حاجه دلوقتي ماشي. هات الفيلوسيتي بعد تايم ايكوال 10 سكند، يعني مديك التايم ايكوال، والله كان في الحصه 10 ثواني برضو. لو عامل انجل 10 مع الفيرتيكال، فاكر لما انا عملت كده في الحصه عامل انجل 10 هنا؟ لا ما ينفعش، ما بنشتغلش بيها يا جدعان، بنشتغل بال 80 دي. فانت ما بتشتغلش بال 10، هتشتغل بال 80 كده. معاك ايه؟ الانيشال ومعاك الانجل، هتروح عامل كده ادي اكس وادي واي، مره انيشال كوزاين مره انيشال ساين، وتكمل عادي. تمام، ربنا معاك يا شباب. بقينا اربع مثلا اربع مسائل ولا حاجه في الدرس ده، هيتحلوا فيديو لوحدهم عشان فيهم افكار كده لوحدها. ربنا معاكم ان شاء الله، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.